والدة الشاب خالد الحاجة خديجة في ذمة الله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء. والدة الشاب خالد الحاجة خديجة. وقد أعلن المخرج الكويتي يعقوب المهنة عن خبر وفاة والدة الشاب خالد، ونشر المهنة تدوين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قال فيها: أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم وأخويا مجيد الحاج إبراهيم بوفاة والدة الشاب خالد، الله يرحمها ويغفر لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدعاء إخواني للحاجة خديجة فضلا وليس أمرا. تعرض ملك الرأي الشاب خالد لعملية نصب واحتيال عقب إحياء حفلا غنائيا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أنه لم يقبض كامل مستحقاته خلال ذلك الحفل. ليقرر خالد إثر ذلك مقاضاة منتج مصري لمطالبته بكامل أجره. وجاء هذا بعد إعلان الكينج خالد حاج إبراهيم عبر حسابه على انستغرام أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2021 تعاقد على إقامة حفل فني في فندق بمصر لصالح شركة النخيل، وتم أيضا التعاقد مع شركة تالنت دبليو التي يمثلها ولي جمال وشهرته جمال منصور. وأكد خالد في ذات المنشور أنه تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبة أو حصول على أجري كاملا المتفق عليه من المنتج والمسؤول عن تنظيم الحفل ولي جمال وشهرته جمال منصور، بالرغم من وجود عقد مبرم بينه وبين شركة المنتج. وتأسف الكينج خالد من تماطل هذا الأخير في تسديد كامل الأجر المتفق عليه سالفا، حيث استولى ولم يقم بتحويل باقي المبلغ المتفق عليه سالفا. وتابع ملك الرأي أنه بعد الوعود الكاذبة التي يقدمها له هذا المنتج، وبعد الشكاوى التي رفعها لنقابة المهن الموسيقية بمصر دون جدوى، قرر رفع دعوى قضائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا المنتج من خلال التواصل مع المستشار القانوني ياسر القنطوس المحامي بالنقد. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.